التفاصيل الكاملة لمعرفة المخالفات، وهذه طريقة التظلم عليها أونلاين. بدأت النيابة العامة مؤخراً تقديم خدمات أونلاين في قطاع المرور على مستوى الجمهورية عن طريق الدخول على بوابة الحكومة المصرية لمعرفة مخالفات المرور، حيث يجوز التظلم عليها وإرسالها إلى نيابة المرور لفحص التظلم. تستعرض قناة الأموال تي في خلال التقرير التالي أبرز المخالفات التي يجوز التصالح فيها والأخرى التي لا يجوز التصالح فيها، بالإضافة إلى خطوات التظلم إلكترونياً. أولاً، خطوات التظلم إلكترونياً. 1- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، سيتم وضع اللينك أسفل الفيديو. 2- الضغط على أيقونة التظلمات. 3- اختيار تظلمات رخص المركبات. 4- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على تفاصيل المخالفة. 5- تظهر على الشاشة جميع المخالفات المستحقة على المركبة، محل الاستعلام وتفصيلاتها، قيمة الأخذ الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة. 6- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها وسبب التظلم، ثم الضغط على تظلم. 7- يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة حال الموافقة عليها، اضغط موافق. 8- تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. 9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة. 2- مخالفات يجوز التصالح فيها. نص القانون المروري بأن يجوز التصالح في المخالفات المرورية من خلال الدفع الفوري نصف الحد الأدنى للغرامات المقررة، وحدد القانون 3 طرق: الدفع بالضبط القضائي حال ارتكاب المخالفة، الدفع عن أحد مكاتب البريد خلال 3 أيام من ارتكاب المخالفة، التصالح أمام النيابة العامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى وعدم سحب التراخيص وإلغاء القرارات بشأن المخالفة. 3- مخالفات لا يجوز التصالح فيها. 1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة. 2- قيادة مركبة خالية من الفرامل. 3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. 4- السير عكس الاتجاه. 5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار. 6- تعمد تعطيل حركة المرور. 7- الاعتداء على أحد أفراد المرور. 8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر. 9- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة. 10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية. 11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص. 12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم. 13- عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه. 14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة السرينة.